اونلاين تبارك الله. ياسين صباح كي داير اخويا لاباس عليك؟ المدير ديالنا تا هو اونلاين. الشباب نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واحد 5 دقائق الاولى فهمتي ندويو ونورا نبداو اللايف ديالنا. ندويو علاش بزاف ديال النقاط اليوم، ماشي بزاف، واحد 2 3 4 5 6 ديال النقاط. غادي نساليو اللايف ونحاولوا الشباب نديرو فيه اقل من ساعه، الا كانت ديك 40 دقيقه ونساليو غيكون مزيان. مرحبا بكل شيء. 21000 واحد اونلاين تبارك الله. الشباب شكرا لكاع الناس اللي صيفطوا لي مبروك 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 الحديد. الله يعطيكم ما احسن ان شاء الله، فهمتي اللي خدم كيتجازى. باتسيت هذيك ريلي اتس ماي دريم كار من 2016 وانا باغي نشريها، ولكن ما كاين تعود في المغرب الحساب. من 2016 انا كنتسنى يلاه فاينلي واحد بغا يبيع. نشوف كنت داير جائزه ديال شحال من واحد تنقول ليه بزاف ديال صحابي اش كيتسنى اللي تكون تيبيعوا الطوموبيلات. بزاف ديال لي كراج تنعرفهم شخصيا تنقول ليه الا بانت لك شي 4 5 8 في السوق، سواء ايطاليا سواء سبايدر سواء سبيسيال، انا باغي نشريها ونعطيك 100000 درهم ديال كاطو. غير قال لي ما كاينش ما كاينش الله كتاب. شكرا لكاع الناس، ما يمكنش نجاوب كاع اللي قال لهم مبروك، نقول الله يبارك فيك الله يبارك فيكم كاع اللي حاضروا حتى اللي ما حاضرش حتى هو، شكرا بزاف. وصراحه نتمنى فهمتي نتمنى لاي واحد الله يعطيه ما احسن فهمتي. اختي عابر الله يبارك فيك الله يعزك. الشباب الله يعطيكم ما احسن. شوف من الاخر والله الا اللي خدم كيتجازى فهمتي. هذا الشاب الدراري ما عادش نقول لك انا عزيز عليا ديك الطوموبيله وشريتها وصافي. ذاتس ما عندي جوج ديال الدريم كارز مازيراتي كنت شفتها وعجبتني، و 4 5 8 فيراري هذيك عندنا درس طوري قصه ديال كان صايق واحد الدري تكون في عمره 18 عام وما خفت غير نقول قل لانه كان صغير وكندخل ستاسيون شيل وانا باقي صغير صغير في مراكش. كندخل ستاسيون شيل وكلشي كان كيدوي ومني انا كنت عاطي بداري التلفازه وكنتفرج انا في التلفازه ديما عادتي كنعطي بداري التلفازه كنت عاطي بداري التلفازه وكنت الدري صاحبي كيتفرج في الماتش انا ما مسوقش. واحد الوقيته كلشي سكت وديك اللحظه ديال كلشي سكت سمعت واحد الصوت غريب وملي ضربت فهمتي من تما صار ديك الطوموبيل. وانا صغير وانا صغير ديك الساعه كنت كنقرا باقي ما جيتش للبار صار من ديك اجي تكون لا 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 شي اجي تكون تكون البي تي اس تكون البي تي اس لا تكون البي تي اس وتكون ساليت البي تي اس وصافي. وهكا بدات القصه يعني وانا صغير ورا ما عندي حتى ريال بغيت هذيك الطوموبيله. الدري كان صايق صغير صراحه فهمتي انسبيراني انسبيراني يعني واحد دخل ستاسيون انسبيراني ماشي عسته حتى انسبيراني. قلت شنو هي الطوموبيله هذه اللي سكتت كاع الجماهير هذه اللي جالسه في القهوه كتفرج في الماتش كلشي سكت بقى تيشوف وتعامل مزيان فهمتي. الجست اللي بقى عاجبني هو انه تب واحد مول ستاسيون تقول لي مسح لي انا مسح لي انا مسح لي انا مسح لي انا وانا نحقد عليه فهمتي. قلت واه الدري صغير اصاحبي كيعذب في ذاك السيد كبير في الاخر مد لي 200 درهم وانا ملي مد لي 200 درهم صاب راه انا ما مجيبش ديك الساعه 200 درهم فهمتي واقي لا 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 تفوت البي تي اس تكون في راس مال واحد 70000 درهم وانا ديك الساعه تكون قول البي تي اس العام الثاني ساليت البي تي اس بحال هكا فهمتي تكون في راس مالي تكون راس مالي واحد 70000 درهم فهمتي. ديك الساعه ديال وات ذا فاك هاد الصاط هذا مد 200 درهم انا صرت ديك الساعه ما نقدرش نمد 200 درهم ومد 200 درهم ولا عزاز عليا ذاك السيد فهمتي. تكون هاد الشيء هادي في 2011 2010 هي باش درت التشام ديال الاخر ديال 2011 هي باش اول مره غادي ندير 100 مليون في حياتي. الدراري بداو اللايف. المهم شكرا لكاع اللي برك لي الطوموبيله والله الا الخوت نتمنى لكم ما احسن فهمتي. نتمنى كاع الشباب اي واحد باغي شي حاجه يوصل لها. باي ذا واي من هاد اللايف هذا الخوت بزاف تيصيفطوا لي تيقول لي اخويا السيمو راه قلت لك واحد الفيراري تشريها هذاك الشيء كامل هي 488 وداك الشيء اللي ما انا اشوف اصلا ما كاينش موتور اتموسفيريك دار في 458 ما كاينش درايف موجود 488 حتى واحد ما بغاها مي مليوحه في افيتو حتى واحد ما بغاها 458 ما كايناش. كاين 9 الناس اللي ولاو في الاخر 6 الناس في المغرب وحتى واحد ما باغي يبيع. فاينلي واحد السيده اللي بعت لي حتى واحد ما كاين عندي. ولا كاين شي واحد الاخوان كتعرفوا باغي يبيع فريمون انا مستعد نعطيك 100000 درهم نتايا الا لقيتي لي شي واحد اي واحد فيكم قال لي شي واحد بغى يبيع فيراري 458 458 انا نعطيه 100000 درهم وبلوس الثمن اللي كاين في السوق غادي نزيد عليه 40 مليون الثمن اللي كاين في السوق غادي نزيد عليه 40 مليون شحال ما كانت كانوا جوج الفيراريات 3 4 هاد السته اللي كاينوا في السوق الا بغاو يتباعوا انا نشريهم فهمتي.
لحقاش انا انفستمنت غادي تزادوا في الثمن وبالعكس راه كيتزادوا. انا غير عام هذا كنت كنقلب في البري في الميريكان شحال دايرين مع هذا العام شحال دايرين ما يمكنش تجيب هاد الديوانات. هذا هو الاسف ما يمكنش الديوانات حتى شي يخلي الثمن يزيد يطلع. المهم انا مستعد نعطي 40 مليون اكثر من الثمن ديال السوق لاي واحد قال لي بلوس هذاك اللي قال لي نعطي 100000 درهم. هادشي علاش نبني نجمع الدراري ونبداو المهم. وغايز حاجه اخرى هي في الحوار مع الرمضاني غادي نهضر على جنب من نبداو اللايف ان شاء الله. في الحوار اللي كنت درت مع الرمضاني كان تبارك الله 36000 الحوار اللي كنت درت مع الرمضاني كان ديك الساعه فيو كان في المغرب ما يمكنش ندوي على برا المغرب باش نطاري كيدوز فيو كان ديك الساعه يوميا في المغرب ما يفوق 6 ديال المليون ديال الدرهم. حاليا ما يفوق 7 المليون ديال الدرهم يو كان الحمد لله وباقي باقي نزيدو نعاونو الدراري. يعني ملي كنقول كنعاونو اتس بروف كنعاون ها هي واحد 7 المليون ديال الدرهم او مينيموم كدوز يوميا عن طريق يو كان. يوميا كدوز عن طريق يو كان ماشي ديالنا حنا كناخذو 0.25 فرتيتا صغيره ولكن بالعكس كنعاونو الدراري وبالعكس كنحاولو نعطيهم تورز لاندينغ بيج بويلدر سون يو كان بيمنت اي حاجه خاصكم. بالعكس يوميا كنتقاتلو سون جاي شي ابديتس اللي هما ما يمكنش تخيلو وشي ابديتس اللي في البلاتفورم اخرين بالفلوس ودي موين بيمون في المغرب. المهم شي حاجه سام نيو ابديت وباقي دايرين جهدنا باش نعاونو الماكسيموم ديال الشباب في المغرب وبالعكس حتى الا بغاو يخدمو حتى برا المغرب نعاونوهم. هاد اللعبة ديال المغرب خليتها ندوي فيها على حقيقتاش. المهم خليتها تنوصل لها. جايز ويل ستارت ديجا ديال 7 دقائق اللي دخل راه دخل لا هادو هما المحاضرة اللي عندنا اليوم خلاص الصبورة راه كتبان مزيان. اي كوميرس صبر الدراري الاي كوميرس الدراري زعما قال لي شي واحد نصحني بشي حاجه ندير بها الفلوس واخا تفلخر تشوف المويولات ديالك وداكشي اللي كيجي معاك غادي نقول لك اخويا الاي كوميرس راه الله بدا ما يكذبش عليك شي واحد يقول لك خويا راه الاي كوميرس ساهله وداك الشيء راه ضربوا الفلوس شحال هادي وداك الشيء راه بدا كيموت. نو حتى الله بدا حشومه باقي ما بداش. بحال اللي قلتي حنا دابا الله في التسخينات في الفيستير وباقي الماتش ما تلعبش وباقي الماتش الشوط الاولاني وباقي الماتش الشوط الثاني وباقي غادي يقرا التعادل وباقي الاشواط اضافيه وباقي البيلانتيات باقي حنا في الفيستير. دونك كتطلب منك تبدا بيست يو كان دو. وشي حاجه اللي اجا الدراري غادي شفت سميتو لي كومونتير بزاف غادي ندير واحد القضيه في نهايه تور اوف اوكي داسيت الشباب ما عادش يطلع ليا غير فلان فولوين يو ثانك يو جايز اني وان دار فولو يلاه دابا شكرا لكم بزاف مرحبا بكم. الاي كوميرس الدراري يلاه باش حنا بدينا فيه في 2015 بسبب واحد ليفيرمون اللي كنت مشيت ليه في بانكوك. القصه قلتها بزاف المرات ما عادش تحتاج نعاودها. بسبب واحد ليفيرمون اللي مشيت ليه في بانكوك تما بدات المسيره ديالي كتغير من ماركتر للاي كوميرس. الاي كوميرس صراحه يلاه باجي ماشي يلاه باجي الله غيب شي كامل كيبان لك امازون فين وصار داكشي يلاه هادشي باجي. يعني الا قال لي شي واحد نصحني شي حاجه ندير بها الفلوس وشي سكيل اللي نتعلمو مهاره اللي غادي تتعلمها لان المهارات هما اللي كيديروا الفلوس. جايز انا ماشي انا عندي شي صحابي داروا الفلوس في الكريبتو كورنسي وعندي شي صحابي داروا الفلوس وخسروهم كامل وعندي صاحبي ما بغيت نقول سميتو قلت حشومه ايوا. المهم قسما بالله الى واحد النهار فوكيت اللي كان تيضرب راسو بحال هكا مع الحيط زاد والتمايات نازله. علاش؟ لانه طمع في الكريبتو ومشى لي 90% ديال راس المال لانه واحد العمله انا باقي عاقل ديك البيريود. المهم غادي نقول لكم كنت سميتها الفيرج اكس في جي الدراري ديال الكريبتو غادي يعرفوها. في ديك البيريود ديال اكس في جي ودوا عليها واحد خونا مات الله يرحمه مشات ليا ديال السيكوريتي. المهم تا ودوا عليها المهم ديك الوقيته هي فاش طمع هو ودخل مشى لي 90% ديال شوف الاي كوميرس شي حاجه اللي كتكونتروليها وتقدر دير بها الفلوس اليوم وغدا وبعد غدا وانت كتكونترولي الامور. الكريبتو انا سمحوا لي يا الاخوان تيجينا تقمار فهمتي. انا مانفيستي ماشي نقول لك انا مانفيستي حتى انا شاري البيتكوين حتى انا شاري شحال من عمله ولكن انا عندي شاري داكشي اللي ما محتاج. يعني غدا لا نعس ونط ولقيت كلشي انت
هادشي سالي هادشي تاع الكريبتو واخا ما يمكنش يسالي سالا ما عنديش مشكل، ولكن فهمتي باش نرطو وحياتي لا. كداش عندي ناس خصنا نصرف عليهم، كاين موظفين، كاين العائله، كاين جاي نجيب للمدام انا في رشه اش ولا المولان الدار ولا سميتو يقول لي يا خلص هاد ولا خلص هاد الفاكتور ولا خلص هاد العباد ولا خصنا هاد، اش نقول لهم راه الكريبتو طاح يمكن شفتي راه كنت حاط فلوسي فيك ما يمكنش فهمتي علاه خاص تكون انفيستي في شي حاجه اللي سو اي كوميرس واحد المهاره كتعلمها كتعرف واحد زائد واحد يساوي جوج. الكريبتو الدراري فيها الفلوس ولكن راه تقمار من الاخر، شحال من دومين تقمار. الاي كوميرس اللي زوين فيه هو شي حاجه اللي كتكونتروليها، شي حاجه اللي ممكن تخدم بها مع اي واحد، شي حاجه اللي الا تعلمتيها غتمشي عند اي واحد تخدم معاه. شوف لي زامبورتاتور في المغرب امر الله، كلشي محتاج كلشي عنده السلعه تقول لك بليز دير لي الاشهار في الانترنت. ممكن تخدم بحال هكا، ممكن تجيب انت السلعه، ممكن تشري من عندهم السلعه وتعاود تبيعها، ممكن تخلي عندهم السلعه وتصورها وتبيعها وتاخذها من عندهم وتمشي تبيعها. عطا الله، المهم خاصك تعلم المهاره ديال الاي كوميرس. عطا الله مين التجاره الالكترونيه، عطا الله مين. وكما قلت الله باجي يعني، وباقي باقي باقي وغيمون بزاف ديال الدراري داروا فلوس وبزاف ان شاء الله غادي يديروا فلوس، خاص اللي يركز. وعاوتاني حاجه اخرى، الاي كوميرس ما كاينش ديال الفلوس بالسربه، الفلوس بالسربه ما كاينش. حنا الميزه ديال الاي كوميرس هو دابا شحال هادي الا بغيتي تدخل تولي اونتربرونور خاصك تحل ريستورون، ريستورون تعول على واحد تحل شي ريستورون محلتك صناك واحد 40 مليون، بغيتي تحل شي ريستورون واعر واحد 300 مليون، بغيتي تحل شي ريستورون غير المحل باش تاخذو بزاف اخويا بزاف، هادوك دي زانفيستيسمون كبار بالنسبه لواحد الله بادي ما يمكنش. نكونوا واقعيين، ما يمكنش تجي انت دير بيزنس بهذاك الحجم وانت ما عندك التاريخ، فهمتي انت فراس مالك واحد 100000 ريال مليون جوج 10 سنتي ما يمكنش، ما عادش تقدر تدخل دوك لي زانفيستيسمون. الاي كوميرس شنو بسطه، ما بقيتيش محتاج تكري واحد المحل في اكداد غادي يكلف واحد 50000 درهم في الشهر، نو ما محتاجوش. انت محتاج تحل ستور، حلو في اي بلاتفورم حلو في يوكان ولا اي بلاتفورم. الدراري انا راه فهمتي على الانفستور في يوكان ما تجاوبوش لك ديك علاش نفس ديك العقليه ديال التستعمل ديالنا بليز بليز بليز. حنا عندنا شي حوايج يعجبو خدم بهم ما عجبوش ما تخدمش بهم. اني واي تحل ستور غادي يكلفك دولار، دولار اقل من دولار غادي يكلفك فابور صراحه، هي غادي يكلفك فابور. غادي تبدا هذا كيكري محل قطه قطه، انت غاتكري محل بزيرو، غادي بزيرو دولار وتحط فيه السلعه، هو تيجي بالسلعه كيحطها انت تحطها عندك، غادي تليستيها ولا تليستي السيرفيس ديالك، هو دوك الفلوس عاد تيمشي تيبدا يخسر الاشهار. انت ما خسرتي باقي ما خسرتي والو، هو ديجا خاسر الكرا وخاسر لي زونكاجمون الكونطرا ديال عام طول ما الرخص القايد المقدام لا خونا راه خاص تسد. عقلتوا على السدان، شكون اللي بقى خدام في السدان؟ بقى خدام الاي كوميرس، كلشي سد اللي دار الفلوس هو صحاب الاي كوميرس. السدان باقا غادي يجي صراحة ما عرفناش. الخوتي صيفطوا لي قلب قلب الكاميرا، كي غادي ندير نقلب الكاميرا اتس امبوسيبل. ثانكيو ثانكيو على الملاحظة. شكرا على الملاحظة الإخوان، الكرة مقلوبة. هاو كان اي دو جايز، ما عارفش كيفاش غادي يدير لها، مستحيلة ما كايناش غادي يدير انستغرام. صافي غادي نتقبل اللايف غادي يدوز بحال هكا، غادي نتقبل اللايف يدوز بحال هكا وداتسي. المهم الدراري اش كتبينا؟ دولار اي كوميرس جاست بيجان، يلا بدينا. حتى المهم غادي نكتب شي حوايج هنايا وغادي نقولهم في امي وانتوما فهمتي كوبيوهم بلوس في الاخر اللايف راه ملاتي نبلوديو غادي نقلبوه بحال هكا. صراحة اللايف الاخوان كنتناو نمسحو، فاللي حضر حضر اللي ما حضرش غادي نمسحو، ولكن ناو وي ميك انذر ديسيجن. صبر صافي هما الجايز قالك قالك صافي ماشي مشكل. اوكي جايز هاد القضية ديال المينتورينغ خليتها شوية ندوي فيها، ندوي مع الناس اللي يون تو ستارت. بزاف ديال الناس يجوا عندي تيقول لي اخويا سيمون بغيت نبدا الاي كوميرس، انا كتبت كاع شكون كيقولوا لي ماشي هذه الجمل اللي كيقولوا
اي جمله تخيلتي صيفطتها ليا في البواط ايميل قريتها، اي جمله قال لي شي واحد تلقى معايا في الصنقه سجلتها. هاد الجمل هادو تنقاسمو لهاد العباد خويا السيم. والله ما كرهت شي نهار ندير معاك شي قهيوه، دات هادي كثيره كنقدر كاع الناس اللي يديروا معايا قهوه. فريمون والله ما كرهتش ندير قهوه مع العالم كامل، مريح معكم واحد بواحد، نكون غادي للخدمه كنكون زربان دا شحال ما تقول لي خويا السيمو ما كرهتش ندير معاك قهوه. هادي هي كاين تبان جاوب من بعد. السؤال ما كرهتش ندير معاك قهوه. السؤال اللي كنسول شنو بغيتي في هاد القهوه، شنو محتاج؟ بغيتك اخويا السيمو تريح معايا وانا نخلص القهوه. هو زعما هو عرض شكرا تنقدر هاد الجيست تاعك خويا السيمو. والله ما كرهت دير معايا شي قهوه نريحو انا وياك، واخا قول لي علاش نريحو انا وياك وانا نخلص القهوه وشرح لي هاد الاي كوميرس. انا راه ما فاهمش وباغيك تشرح لي مزيان. دابا اجي نشرح كاين عندك عاوتاني. الميساجات اللي كيجيوني خويا السيمو انا باغي نبدا، عافاك خذ بيدتي وريني خويا السيمو كيفاش نبدا. اسمع خويا السيمو كيفاش نبدا. واد خذ بيدتي بزاف خويا السيمو اعتبرني بحال خوك، خذ بيدتي وريني صافي. دابا اجي ناخذ بيدتي غادي نسالي واش انت اللي تاخذ بيدتي. انا ممكن نوريك الطريق ولكن انت اللي خصك تمشي. انا ممكن نوريك الباب، هاد واحد الجمله شهيره في ماتريكس وفيلم ديال ماتريكس تقول انا ممكن نوريك الباب ولكن انت اللي خصك تمشي. يا هادي انا وراوني هي الباب، انا مشيت غادي نوريك الباب وبالعكس غادي نوريك كثر من الباب ونمشي معاك خطوه بخطوه. ولكن واش انت جاي تمشي غادي ندوي على هادشي الاخر على لحقاش قليل كيمشي. غادي نقول لك شنو خصك باش تمشي. خذ بيدتي خويا السيمو ما كرهش تشرح لنا دقه بدقه. عقل على هادي شحال ما تشوف في الشارع واخويا السيمو راه هي راه تدوي في الاي كوميرس، ولكن راه حنا بغينا واحد الشرح دقه بدقه. بدا معايا من الصفر، شي شرحت يبدا من الصفر. اليوم غادي يكون باذن الله. بغينا خويا السيمو دير لنا شي ترينينغ، شوف قدامنا نخلصوا فلوس. جي خويا والله الا انا ما كنديرش داكشي ديال الطوارات، جاوب انا ما كنديرش داكشي ديال الطوارات، ما كنديرش داكشي ديال لي زيدينو، ما كنديرش داكشي كامل فهمتي. ما محتاجش بليس كيضرب لك السمعه ديالك تولي تتبان بحال فهمتي ديال انت راك محتاج ديك شي جوج دريال فلوس كتحتارمها كيف ما كان جوج دريال 100 مليون 100 مليار كتحتارمها فهمتي. دوك الفلوس اللي تاخذ علاش بناني يقول هذا راه عايش هذاك خونا ايه بدوك الفلوس وكيتسنى. على حاجه انا كنشوف الدراري كنشوف شحال من واحد تيباع الطوارات ما تيحتارموش الناس فهمتي. شحال من واحد تيباع تيدير دي زيفل ما تيحتارموش اصلا الشركات الكبار حتى هما تيحتارموش. يقول لا هذاك فلوسي من الاي كوميرس، الاخرين فلوسهم من الطوارات اصلا ماشي من الاي كوميرس. هذا هو الفرق فهمتي. تيولي حتى اللي فلوسه ماشي من الطوارات والاي كوميرس كيولي متهم حتى هو راه فلوسه من الناس. anyway هذا موضوع اخر. على الاخوان ما كنديرش انا ما عمري تنقول لك جي خلصني باش نشرح لك شي لا شوف الاخوان باش من هاد الهضره هادي تولي شي كلاش مع راه المغرب كدوي كترد البال في منك تياخذوا الهضره تقول لك هذا كلاش هذا الخوت. انا ما كرهتش حتى شي والو، انا والله في المنت كنطاربي مع راسي وكنمشي نخدم على راسي يوميا كنحاول نزيد راسي الله يحسن عوانكم كلشي وراه كلشي مضارب مع الوقت. دونك بلا ما هذاك التبرايش الدراري ديال كلاشيت انا راه ما كلاشيت حتى شي واحد. واصلا الا كلاشيتي شي واحد الا كلاشيت انا دابا شي واحد عرفوا راه هو احسن مني. الا انا ما كنكلاشيت حتى شي واحد فهمتي. الا ديك الزينات تلقاني كندوي على ايلون ماسك فعلا ذاتس ات تيك ماي هاند خذ بيتي. المهم الدراري هو هادشي الدراري هو اللي تيكونوا كاع تيقولوا للمبتدئين بليز خويا السيمو الله يحفظك باغي نبدا الاي كوميرس وريني خذ بيدتي بغيت قهوه ريح معاك. شوف احسن حاجه من هادشي كامل هي نريح معاك ياك الريح انا وياك غادي نريحو انا وياك في القهوه وتجي نفسك دخلنا عليك بالله شنو غادي نشرح لك. انت ما عارفش الاي كوميرس والو غادي نريح انا وياك شحال من ساعه خصنا نريحو. كنقسم لك بالله الا خصنا نريحو واحد السيمانه غادي نشرح لك. غادي نقول لك اجي سفرت لنا كتعرف شنو هي ادفرتايزينغ؟ لا اوكي. كتعرف شنو هي السي تي ار؟ لا اوكي. كتعرف شنو هي السي بي سي؟ لا اوكي. هادشي راه ما معقدش ما تسمعش دابا هاد الكلمات هادو تقول واه شنو هادشي تيقول شي حاجه سامبل داكشي ما معقدش. جايز ليت مي تشيك جاست ذا فون سيبا انا ما فهمتش شنو ندير. المغرب تقول لك الولاد ما فهمتش جاوب
داكشي راه ما معقدش. الا قلت سي تي ار قلت سي بي سي قلت شي حاجه حتى شي حاجه ما معقده الدراري. داكشي راه بسيط. راه الاي كوميرس راه بسيط. الشيء اللي كنت كتجيب 10 في النهار وحطيتها تنشحف هذا الدومين هذا. اه واهم حاجه ما تكونش دماغ. لان الشاد الدومين هذا والله ما كينجحوا فيه الادمغه. لان الادمغه اللي تيفكروا بزاف ما تينجحوش. تيبقى يفكر بزاف تيجي الدومين ساجي راه ما يمكنش راه بهذه السهوله هذه. وي بهذه السهوله جايز بغيت تبدا غادي نحط دابا لو ليان ما نكملوش حتى من بعد نكتب سلاش ولا نخليها. بغيت تبدا تمشي سيمو لايف دوت كوم تكتب سيمو لايف سيمو لايف دوت كوم سلاش خليه هنا. علاش ما بغيتش كلشي يخرج من اللايف يمشي لهاد ليان هذا. خليكم معايا غادي نبارطاجيو شي مزيان من بعد سلاش تكتبوها الدخل. غتلقاني بحال مريح معاك. غتلقاني بحال مريح انا وياك في قهوه مقابلين نشرح لك من واش ماشي من الزيرو. غادي نشرح لك من الاول. غادي نقول لك شنو هي السي بي سي. راه بسيطه حتى شي حاجه. شنو هي السي تي ار. فهمتي هاد المصطلحات مزيان حفظهم سجلهم عندك فهمتيهم مزيان. اجي ندوز معاك على شنو من بعد ها شنو حتى تولي تجيب المبيعات ديالك. اجي تسولني بزاف الاسئله اللي كيسولوني خويا سيمو كيفاش نستقبل الفلوس. مجاوب تمايا خويا سيمو كيفاش غادي نوصل السلعه. جاوب تمايا غادي نجاوبك على كاع الاسئله اللي عندك تمايا. لحقيتاش جلست باش نقد الدوره جلست ايام وانا كنشرح وكان مونطي وكنقطع ومعايا الدراري اللي كيمونطيو وكيقطعوا حتى انا لوزر في المونتاج فهمتي واحد الوقت بقاو تيمونطيو تيقادو كدا ايام. نقول لك ديك الدوره تقدات في واحد 3 مون ما نقدروش نريحو انا وياك 3 مون تختصراش 8 ديال لي فيديو اللي فيهم ساعات حتى ساعه ونص. غادي تجلس تتفرج فيهم من ا حتى ز. غادي ندوي من بعد على شنو هو احسن سوق. غادي ندوي على من بعد الناس اللي كيتشكاو فيسبوك راه مات فيسبوك سد ليا فيسبوك غادي نعطيكم الحل حتى هو. المورا غادي ندوي على شنو تيخص لاي واحد باغي ينجح. خلينا من داك النجاح الشاتي شي نجاح ساحق فهمتي شي نجاح ساحق. شنو اللي كيدير الفرق على حقد شحال واحد تيقول لي اخويا سيمو مع كامل الاحترام الدراري اللي تيقول لي رجعنا ل 2009 بزاف ديال الدراري كانوا كيجلسوا معاه و2010 بزاف ديال الدراري كانوا تيجلسوا معاه 2011 بزاف ديال الدراري كانوا تيجلسوا معاك. السطان اليوم ما دايرينش هادشي اللي درتي انت. شنو هو الفرق؟ الفرق ماشي انا دماغ على حقيتاش هما تيقولوها عليا. هذاك خونا كنعرفوه دمدومه ولكن انا عندي شي حاجه ما عندهمش هي لازم نبارطاجي معاك هادشي اللي كاين فهمتي. عندي واحد الحاجه ما عندهمش صافي. وحتى انا تعلمتها على مراحل تعلمتها عن طريق المنتور ديالي هو اللي خلاني نركز. كنت كنجاوبك ما عارفهاش مرات تصدق مرات ما تصدقش. من بعد بحال اللي قلتي ديك 80 20 كتعرف شنو اللي خدام وكيفاش كتصدق مابقاش كتضيع الوقت. كما قلت لكم الناس اللي باغات دير معايا قهيوه راه تلاقى بيا. علاش؟ باش تشرح لي اخويا السيمو الاي كوميرس فهمني مرحبا فيه. انا نعطيك واحد اللين غادي نبان لك بحال اللي جالس انا وياك غادي نشرح لك الاي كوميرس من ا حتى لزي. ما تخصك حتى شي حاجه. ما بغيتش نكتب دابا اللين كامل سيمو لايف دوت كوم سلاش ما بغيتش نكتب الليان. كملت الليان شنو غادي يطرا؟ غادي يخرجوا بزاف الناس من اللايف باش يمشيو يشيكوا الليان. خليتها ولا خلصت شنو هو خويا السيد؟ ممكن نديروا الفلوس. شنو هما الماركتس اللي فيهم الفلوس؟ اخوان انا خدمت في الاي كوميرس من 2015 حتى 2020 ولينا في بزاف بزاف ديال البارتنرشيب وبزاف ديال الشركات. انا شخصيا كنت سنيت بزاف ديال الان جي اي وبزاف ديال المجموعات الاستثماريه وبزاف ديال الان جي اي ديال انا شخصيا والشركاء اللي منهم يزاولوا الاي كوميرس. ولكن راه هنا اللي عارفين ديال الاي كوميرس راه ما عرفوا حتى واحد. داك الشيء اللي في هذه الرصيده ديال الاي كوميرس نقول لك راه ماشي ما عرفوا حتى واحد. راه نزيد عارفين واحد 0.0001% في المغرب نقول لك عارفين واش هي ثلاثة هما اللي جوني في بالي الساط في المغرب. داكشي اللي عارف في الاي كوميرس انا عارفين واحد جوج د الناس اخرين منها هادشي اللي كاين. الاي كوميرس بدينا في 2015 حتى 2020 كيما قلت لكم سنيت بزاف ديال الان دي اي نون ديسكلوجر اغريمنت بلي انا ممنوع نزاول الاي كوميرس. علاش؟ لاني الا زاولت الاي كوميرس بحال اللي قلتي رانا واقف في تيران وحاكم غادي نولي نجي على راسي. وبالتالي ما يمكنش نكون لعاب وحاكم لعب ماتش انا فيه وحاكم. يعني غادي ملي نغش غادي ملي نجي على راسي. وبالتالي ملي دخلوا معنا بزاف ديال المجموعات كاين مجموعه كاين الحوايج اللي خلاونا نسنو نون ديسكلوز اغريمنت مجموعات استثماريه كاين بحال اللي قلتي اش كيتسمى تضارب المصالح كذا. سنيت بزاف ديال الان جي اي اللي انا في صالحي
المدى البعيد، ولكن وقفت ندير الايكوميرس. ولكن عندي الحق نعاون الناس يديروا الايكوميرس. هي يوكان، هي بزاف ديال الحوايج اللي كنعاون الناس يديروا الايكوميرس. وكما قلت لك يوكان بوحدها في المغرب دير يوكان بوحديتها بلادك، الناس اللي مشاو خدموا بلاتفورم اخرى الله يسهل لهم والله يوفقوا. اصلا انا شي واحد خدام كنحترم 7 مليون درهم او مينيموم في المغرب يوميا. يعني شوف حنا شحال درنا ديال الايكوميرس. شوف انا الناس اللي معايا انا كاين ديفلوبرز، انا توجيها، وانا اللي اليوم هذا صرفنا 0 دولار في الماركتينغ باي ذا واي. كاين بزاف ديفلوبرز، كاين الناس اللي صيفطي دابا اللي كان في السيكور غادي يجاوبوك. دابا غادي يجاوبوك 15 دقيقه في اي وقيته. واش قالت لك صيفط لهم شي سؤال غادي يجاوبوك. كاين دوك الناس، كاين الناس في السوشيال ميديا، كاين بزاف الناس في الدار. نكمل جايز، نكمل. من 2020 صافي وقفت الايكوميرس. يعني صافي وليت ديك الساعه علاش قلت هاد الناس هادو كامل عقلت ماشي نقول لك انا بوحدي السبب في هاد 7 ديال المليون ديال الدراهم. دي المشكله اللي عند بزاف ديال الناس في المغرب، شي جبوه شي بغيت يدير شي حاجه كبيره، بغيت يدير شي حاجه كبيره تدخل معاك الناس، غادي تجيب بزاف ديال الناس يعاونوك. في البدايه لا، في البدايه تخدم بوحدك باش تلقى هاد الجمله ديال الحقائق. ما تسناش انت تمشي تجمع من دابا الجوج، انت باقي ما تفرطيش تقول انا نمشي نجيب الناس. فين غادي تجيب الناس؟ باش نكون واقعي، ماشي كنلومك انا راه الشرك عمرها ديال اللوم كلها ديال نقمعك. اللوم لازم نشرح لك باش ما تمشيش دير شي خطا لا جا رجع لك بالمطره وتقول راسك ماشي الهضره. سمعتي الهضره تدوز واحد من المعاد تقدم معاك الناس ماشي انت ما فكرتيش وغادي تقول انت انا خصني نشرب معايا الناس. بيست ماركت تو ميك ماني، احسن سوق تربح فيه الفلوس حاليا، احسن سوق ممكن دير فيه الفلوس حاليا. دراري انا كندوي على 80 20، العالم كامل فيه الفلوس، العالم كامل فيه الفلوس. تكون فقيره راه فيها الفلوس. العالم كامل الاخوان فيه الفلوس. في المحطه شي نقطه، حط شي نقطه في اي بلاصه في الكره الارضيه فيها الفلوس. ولكن فريمون 80 20 كاين واحد شي بلايص تركز معاهم وفيهم 20% ديال البلايص في العالم اللي تيديروا 80% ديال الفلوس. الفلوس حاليا فين كاين؟ فين كتسمع شي ارقام فلكيه؟ شي كون تيقول لك دوله كذا كذا اللي حاكمها كيدو، تيقول لك دوله كذا كذا في 10 سنين الجايه حاطين واحد الميزانيه نصرفوها كتساوي 10 مرات داكشي اللي صرفنا من نهار.